خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق ونشوف تمرينة النهاردة أخبارها إيه، ونطمن على استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا. محمد مساء الخير. مساء الخير للزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولمشاهدي كل قنوات النادي الاهلي في كل مكان وكل جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. موسم طويل وممتد، النهارده بنشهد اخر مران للفريق قبل مباراه نهايه الموسم بكره امام سيراميكا كليوباترا. تكلمنا عن تمرينه النهارده واستعدادات الاهلي لمواجهه سيراميكا بكره ان شاء الله. بالفعل زميل عزيز احمد سمير، زي ما انت قلت ده اخر تمرينه هذا الموسم، ان شاء الله يبقى موسم زي ما قلنا نتعلم منه وناخد منه يعني دروس، وبدايه من الموسم القادم زي ما انت قلت بعيدك جدا في كلامك، باذن الله ايام قليله ويتم اعلان كل قرارات مجلس اداره النادي الاهلي بخصوص الموسم المقبل، وان شاء الله كلنا على ثقه تامه ان اي قرار ياخده مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب فهو ان شاء الله في الاتجاه الصحيح، وعوده المارد الاحمر زي ما انت قلت يا احمد. وطبعا انت عارف وكل جماهير النادي الاهلي عارفه ان النادي الاهلي عودته بتبقى لسنين طويله قوي زي ما احنا تعودنا 10 سنين على الاقل باذن الله رب العالمين. فهذه الاثناء اللي بكلمك فيها يمكن بيتم المران حالا دلوقتي، المران ابتدى فيه تمام الخامسه والنصف وان شاء الله ممتد الى السابعه، يمكن سبق المران محاضره فيديو للجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق اتكلم فيها عن منافس الاهلي في مباراه الغد ان شاء الله سيراميكا كليوباترا، اهم مفاتيح اللعب طريقه لعبهم اهم نقاط القوه والضعف، وكمان تحليل لفريق النادي الاهلي عن طريق الجهاز المعاون اللي اتكلموا عن كل الحاجات وتصحيح الاخطاء عند اللاعبين عشان ان شاء الله نشوف مباراه بكره باذن الله تكون كبيره للنادي الاهلي. زي ما احنا قلنا احمد يمكن على الورق المباراه ممكن تكون ما فيهاش دوافع، ولكن اعتقد الدوافع موجوده جدا لعدد كبير جدا من اللاعبين اللي ما كانوش في الصوره الفتره اللي فاتت، وكمان ناشئ النادي الاهلي ان هم يعبروا عن نفسهم، دي فرصتهم الاخيره عشان يتم تقييمهم من قبل النادي الاهلي، وان شاء الله يكون يعني التالق موجود لعدد كبير جدا من ناشئينا كعاده فريق النادي الاهلي باذن الله. يمكن التمرين ابتدى ببعض التدريبات البدنيه والاحمال الخفيفه ومن بعدها بعض تمرينات الكره، وحالا دلوقتي وانا بكلمك موجود التقسيمه الاخيره للفريق ان شاء الله تمهيدا لنهايه المران ونهايه الموسم بشكل جامد بمباراه الغد اللي بعد قليل الجهاز الفني هيعلن القائمه من 22 لاعب ان شاء الله للدخول في معسكر مغلق الليله سدادا لنهايه يعني نهايه الموسم واسدال الستاره عن هذا الموسم الطويل زي ما قلت يا احمد، موسم يعني حلو ومره ان شاء الله يكون للخبره وتعلم الدروس، وان شاء الله يكون الموسم الجاي التوفيق معانا يكون ما فيش اصابات باذن الله والسلامه تكون لاعبي النادي الاهلي، ما فيش قرارات عكسيه وان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق في كل قراراته. اكرم توفيق موجود في المران، نتمنى ان شاء الله بكره نشوفه ونطمن عليه في البروفه الاخيره او زي ما بنقول اخر مباراه في الموسم باذن الله رب العالمين. كل لاعبي النادي الاهلي في حالتهم، يمكن لعيبه كمان الغايبه منذ فتره محمد مجد قفشه بيظهر النهارده ولكن مش في المران، بس بيطمن عليه دكتور احمد ابو عبله، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، محمد شريف، عمرو السليه، كلهم موجودين بيؤدي تدريباتهم الاستشفائيه وان شاء الله مع ضربه البدايه وبدايه فتره الاعداد يكونوا موجودين ان شاء الله استعدادا لموسم ان شاء الله يكون من بدايه رجوع النادي الاهلي لمكانته الطبيعيه وبدايه ان شاء الله حصاد لسنوات طويله جدا عشان جمهور النادي الاهلي كله يكون مبسوط بعادته الدائمه وهو التربع على كل البطولات باذن الله يا احمد. انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق من داخل النادي الاهلي في الجزيره، دي اخبار تمرينه النهارده.